كيف لشتي أن يهرب بهذه الأموال الضخمة؟ بي آر شتي كان دكتور صيدلي هندي سافر على الإمارات سنة 1973 وياريته ما جه. كان معاه وقتها حوالي 8 دولارات، فحاول بقى بكل الطرق إنه يثبت في وظيفة، لكنه كان بيترفض دايما لأنه مش متقن اللغة العربية، فكان بيشيل الأدوية والمواد الطبية على ظهره ويمشي بيها للمحلات والصيدليات، بائع متجول يعني. لحد سنة 1975 كانت بداية التغيير في حياته. بالفلوس البسيطة اللي حوشها وكان شايلها على جنب، أسس شتي عيادة NMC Health بمشاركة زوجته اللي كانت الدكتورة الوحيدة في العيادة في الوقت ده. So I started the first private clinic, my wife being the doctor, first doctor in NMC, and one room clinic we started. ولأن في الوقت ده في الإمارات الرعاية الصحية وتقدم العيادات ما كانش قد كده، تحولت عيادة شتي وزوجته لأضخم شركة موجودة في الإمارات. And when I came here, His Highness Sheikh Zayed, Black and White TV, he was telling quality healthcare for all at affordable cost. ومرت السنين وامتلك شتي عدد كبير جدا من شركات قطاعات الصرافة والضيافة والتعليم والأدوية، لحد ما وصلت ثروته لأربعة مليار دولار، وده كان سنة 2018. والعز بان قوي على شتي لدرجة انه اخد دورين يمتلكهم في برج خليفة، اعلى برج في العالم. كان بيستقبل فيهم مشاهير الهند من النجوم والسياسيين، وبيل جيتس كان صديق دايم عنده. لكن في اغسطس سنة 2019 كان شتي اخد قروض وتسهيلات وتبرعات من اكتر من 80 مؤسسة مالية، اشهرهم في الوقت ده دار التمويل، شركة اتصالات، شركة الخليج للمشاريع الطبية، الصقر للتأمين، وريم للاستثمار، وحوالي 12 بنك في الإمارات. قعد بقى ينهب من البنوك دي لحد ما وصلت قيمة القروض اللي اقترضها 6 مليار و600 مليون جنيه، ودي طبعا الهزة الأكبر في تاريخ الإمارات العربية. ده بسبب اللي حصل ده غيروا محافظ البنك المركزي وتعرضوا لخسائر فادحة بسبب البنوك اللي اتسرقت دي. أما بقى بي آر شتي في 8 فبراير سنة 2019 سافر على الهند بحجة إنه رايح يزور أخوه الكبير لأنه مريض وبيموت. يا سلام، وطلع أخوه ده متوفي أصلا من سنة 2014، بس دي كانت حركة كده عشان يخلع من الإمارات. ودي كانت قصة المالتي ملياردير النصاب بي آر شتي. شكرا على المشاهدة لنهاية الفيديو، أتمنى تدعموني بالاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس.